بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وما أقمتنا فيه يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي نسبة لغزة، مدينة غزة، ابن قاسم الغزي، وكان في القرن العاشر الهجري، من علماء القرن العاشر الهجري. شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع. القاضي أبو شجاع ميت في القرن الخامس الهجري، يعني بينهم 400 سنة. شرحها هو. متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع مدفون الوقت في مسجد النبي. بعد التوسعة دخل في مسجد النبي. كان مدفون عند باب جبريل. ده في القرن الخامس الهجري. باب جبريل ده في القرن الخامس الهجري كان قريب أوي. دلوقتي بعد التوسعة دخل. فبقى موجود، لكن قبره في العمق، ما حدش بيشوفه، ممكن الناس تبقى بتدوس عليه. وجلس يخدم الحجرة الشريفة، وصل للقضاء لدرجة قاضي لحد سن الأربعين، بقى قاضي القضاء لحد سن الأربعين. وبعدين بعد كده ترك كل الدنيا وذهب إلى المدينة المنورة، كان في بغداد، ذهب إلى المدينة المنورة علشان يجاور النبي حتى يموت. واشتغل ايه بعد قاضي القضاء؟ خادم في مسجد النبي يكنصه. ساب قاضي القضاء وقعد يشتغل كناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وطال بيه العمر لدرجة قعد يترقى لحد ما بقى هو الكناس المخصوص بتاع الحجرة الشريفة اللي فيها القبر الشريف. ومات سنة عنده 160 سنة. يعني عاش 120 سنة. شوف قد ايه؟ في خدمة مسجد النبي. وبعدين لما مات اكراما ليه، لانه عاش سنين طويله هناك، فراحوا دفنينه بجوار ايه؟ باب جبريل. وبالتوسعه دخل فيه. ده القاضي ابو شجاع صاحب متن الغايه والتقريب في فقه الشافعيه، عمله للاطفال متن صغير كده، شرح ابن قاسم الغزي في القرن التاسع الهجري، التاسع والعاشر الهجري في الفتره دي. وبعدين جال الشيخ ابراهيم البيجوري نسبه للباجور منوفيه، وكان شيخ الازهر في القرن الثاني عشر الهجري، شرح، عمل حاشية كبيرة على شرح ابن قاسم. فاحنا بنقرأ دلوقتي حاشية الشيخ البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع. كل ده في ايه؟ في فقه الشافعي. الحمد لله احنا بادئين فيها بقالنا سنوات، واخيرا وصلنا لبداية كتاب الصلاة. انتهينا من احكام الطهارة ونواقض الوضوء وانواع المياه والنجاسات والاواني، باب كبير، يعني وصلنا صفحة 118 من الكتاب. احنا اليوم اول كتاب احكام الصلاة. يقول: كتاب احكام الصلاة. يعني ايه كلمة كتاب احكام الصلاة؟ هو يحب يشرح لك كل حاجة. اي هذا كتاب، لان اصل كتاب، خد بالك، كتاب دي نكرة. نكرة يعني ايه؟ يعني ما فيهاش تعريف، يعني ما فيهاش ألف الكتاب، يبقى اسمها معرفة، واخد بالك ازاي؟ يبقى أدوات التعريف الأل، أو يبقى الاسم أو اسم نفسه يكون علم، زي القاهرة أو محمد ده، أو يكون مثلا ضمير، الضمير أعلم الأعلام، أو اسم موصول. لكن لما يبقى نكرة، رجل، إنسان، كتاب، واخد بالك، ده اسمه نكرة. لا يجوز الابتداء بالنكرة في اللغة العربية، لا يجوز ابتداء بالنكرة إلا بمسوغ، لازم يكون في مسوغ. وعشان كده بيقول لك كتاب أحكام الصلاة، هنا بدي بنكرة، يبقى دي ما تنفعش تبقى مبتدأ، لا يمكن تبقى مبتدأ. ليه؟ لأنها نكرة. يبقى دي سموها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب. هذا كتاب، فهمت بقى إزاي؟ وقص على ذلك كل حاجة بقى. أيوة، لما تبتدي نكرة كده ومرفوعة، اعرف انها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، اي هذا كتاب، كتاب احكام الصلاة، يعني دال على احكام الصلاة.
دال على احكام الصلاة. فكتاب خبر مبتدأ محذوف واضافته لاحكام من اضافة الدال للمدلول، اي كتاب يدل على احكام الصلاة. فهمت؟ من باب اضافة الدال للمدلول، المدلول اللي هو وقع عليه الدلالة اللي هو المفهوم. من اضافة الدال للمدلول لانه اسم للالفاظ. كتاب ده عبارة عن اسم للالفاظ، ما هو كتاب ده عبارة عن جاية من كتيبة، كتيبة اسمها ايه يعني مجموعة حاجات. فاذا تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، وعشان كده نقول في الجيش كتيبة، الكتيبة الفلانية لانها مجتمعة، وخدوها بعد كده استعاروها لمجموعة للكتاب اللي بنقرأه، عشان برضو عبارة عن مجموعة الفاظ مجتمعة تؤدي معنى، فسموها كتاب عشان كده، لانها تكتبت الالفاظ اي تجمعت لتؤدي معنى. فاسم كتاب ده اسم حقيقته للالفاظ، والاحكام ده اسم للمعنى مش لللفظ. يعني انت مثلا ما اقول رجل، هتقول لي رجل يعني ايه رجل يعني؟ اقول لك رجل من المؤطن، تقول لي كده مفهوم، فاهم؟ لان جبت لك خبر بقى، انما اللفظ لوحده كده ما يدلش على معنى الا في ذاته، لكن اما تبقى تتحط مجموعه الفاظ جنب بعضها تؤدي الى معنى جديد. المعنى ده اللي هي احكام الصلاه، الاحكام تدل على المعنى، لان الحكم يعني ايه الحكم؟ الحكم عند المناطقه، عند علماء المنطق، هو نسبه امر لامر او نفيه عنه، تعريفه كده، نسبه امر لامر. اقول لك مثلا شيخ المسجد، يبقى نسبت الشيخ للمسجد، يبقى ده يبقى اسمه حكمه كده. حكمه ايه الجدع ده؟ يقول لك شيخ المسجد، كويس، يبقى ده نسبة، يبقى حكمه شيخ المسجد، يبقى الحكم نسبة امر لامر. انت في المدرسة، ادي حكم حكمت عليك انك في المدرسة، يبقى نسبة امر لامر. انت لست في المنزل او نفيه عنه، لست في المنزل، كويس. الله موجود، الله واحد، يبقى ده اثبتت الوحيدية لله، اثبتت الوجود لله، يبقى ده اسمه حكم، واخد بالك ازاي؟ يبقى الحكم هو نسبة امر لامر او نفيه عنه، واخد بالك ازاي؟ لا اله الا الله، نفيت ان يكون هناك اله الا الله، يبقى ده حكم برضه. يبقى الحكم ده عبارة عن معنى مستمد من اللفظ، لكن الكتاب مجموع الفاظ. فهمت ازاي؟ فعشان كده بيقول لك كتاب اسم للالفاظ والاحكام اسم للمعاني، والمعاني هي النسب التامة، كثبوت كون الصلاة المفروضات خمسا في قوله الصلوات المفروضات خمس. الحكم بقى في حاجة اسمها حكم شرعي، في حكم عقلي، وفي حكم عرفي، واخد بقى انواع الاحكام بقى. وبعدين في كل فن من الفنون في احكام خاصة بيه، يعني في الطب احكام برضه، وفي الهندسة احكام، في كل مهنة من المهن احكام معينة اللي هي خاصة بهذه المهنة. يعني اما نقول مثلا الفاعل عند علماء النحو هو الذي قام بالفعل ويكون مرفوع، والفاعل عند علماء اصول الدين هو الله لانه هو الخالق. فهمت ازاي؟ مع ان الكلمة واحدة الفاعل، اقول لك الفاعل، تقول لي الفاعل مرفوع، اقول لك لا انا ما اقصدش كده، ده انا بتكلم عند علماء التوحيد. هو في حد بيفعل حاجة؟ هو في حد بيفعل حاجة غير ربنا؟ حتى الناس العوام ساعات يقول لك كده، هو احنا بنعمل حاجة؟ ده هو ربنا اللي بيعمل. صحيح، بمعنى عند علماء التوحيد، عند علماء الاصول، خدت بالك ازاي؟ وهكذا. يبقى بتختلف الحاجة حسب العلم اللي انت بتتكلم فيه. ففي احكام عقلية، احكام عقلية ثلاث انواع بس، احكام العقل ثلاث انواع، احكام حكم الحق العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الامكان ثالث الاحكام، فافهم منحت لذة الافهام. قايل كده سيد احمد جردير في الايه؟ في الخريدة. احكام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة، يبقى الواجب والمستحيل، ثم الامكان ثالث الاحكام، فافهم منحت لذة الافهام.
كويس. ده كلام مين؟ سيدي احمد دردير في الخريده البهيه في علم التوحيد، لان علم التوحيد قائم على احكام العقل. عشان كده الناس يقول لك ربنا عرفوه بايه؟ بالعقل، احكام العقل. يبقى احكام العقل الوجوب، وبعدين الاستحاله، الوجوب والاستحاله والامكان. الواجب هو الذي لا يستحيل عقلا احتمال نفيه. يعني لما اجي مثلا اقول لك ان في فعل بغير فاعل تقول لي انت مجنون. هو في فعل بغير فاعل؟ فهمت ازاي؟ تقول لي انت مجنون. العقل ما يستوعبش ان في فعل بغير فاعل، صح؟ لا يستوعب، لا يقدر، ما يقدرش. يبقى الفعل، اذا وجد الفعل لابد ان يكون هناك فاعل حتى ولو لم اره بعيني. لابد. شفت انا طوبه دخلت من الـ من الـ من الشباك ده، دخلت هنا راحت كسره الازاز الناحيه الثانيه، انا شفت اللي رماها؟ لكن ممكن اقول لك ان الطوبه جريت لوحدها؟ هيقولوا ده الشيخ اتجنن، بقى الطوبه تجري لوحدها، اكيد حد رماها. طب انت شفت مين اللي رماها؟ فهمت ازاي؟ لان انا شفت اللي رماها ازاي؟ شفته بعقلي، شفته بعقلي. لان العقل يحيل ان يكون هناك فعل بغير فاعل. فلما راينا الاكوان ولم يدعي احد في الاكوان انه اوجدها، والاكوان مملوءه بالحركه والافعال، علمنا ان هناك فاعل مختار وهو الله. وعلشان كده العقل يحيل عدم وجود الله. ليه؟ لان الافعال موجوده. الصحابي قال كده، واخد بالك ازاي؟ البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، افلا يدل هذا على ذات العليم الخبير؟ يبقى ده اسمه حكم العقل الواجب، اللي هو يستحيل ثبوت نفي، يستحيل ثبوت ايه؟ نفي. طب والمستحيل هو الذي يعني يستحيل ثبوت وجوده. اذا كان هناك فاعل، هل الفعل الواحد ممكن الفعل الواحد في اللحظة الواحدة يفعله اثنين في الوقت واحد وهو فعل واحد مصدر واحد؟ مستحيل. الناس يقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لابد يبقى فاعل واحد. فالأكوان كلها لم يدعي أحد أنه فعلها إلا واحد، وهي منتظمة ومش مختلة، يبقى لابد أن يكون هناك فاعل واحد، ويستحيل ثبوت شريك له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يبقى المستحيل شريك الباري، والواجب هو الواحد القهار سبحانه. طب والممكن كل ما سوى الله من الايه؟ من الايه؟ من الاكوان. انا وانت ممكن نبقى موجودين وممكن نبقى مش موجودين، مش كده برضه؟ كل ما سوى الله بقى من الموجودات ممكن، يعني ممكن ثبوته وممكن نفي. فهمت بقى احكام العقل؟ سهله دي في علم التوحيد تدرسها. لكن الاحكام الشرعيه في الفقه خمسه. الاحكام الشرعيه في الفقه خمسه، يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام. دي الاحكام الفقهيه. اي امر فقهي، اي حكم شرعي تسال الفقيه، يا هيقول لك يا ده حرام يا ده مكروه يا ده مباح يا اما مستحب او واجب. يبقى الاحكام الشرعيه خمسه، والاحكام العقليه ثلاثه، والاحكام العرفيه كتيره بقى. النار تحرق، دي بديهيه، واخد بالك ازاي؟ دي حاجات بديهيه معروفه ان النار بتحرق. واحد زائد واحد يساوي اثنين، بديه، وهكذا. فهنا بنتكلم احنا ان الاحكام هي النسب التامة، كثبوت كون الصلوات المفروضات خمسا في قوله الصلوات المفروضات خمس. لما يقولك الصلوات المفروضات خمس، بقى هنا حكم على ان الصلوات عددها خمس، او ده حكم. فهمت ازاي؟ اثبت ان عدد الصلوات خمس. والاصل فيها، اما يقولك الاصل في كتب الفقه يقصد الدليل، الدليل اللي انبنى عليه هذا، اللي انبنى عليه الحكم. والاصل الدليل بقى قد يكون نقلي كتاب وسنه، وقد يكون عقلي، لكنه دليل وخلاص. فما يقول لك الاصل يعني بمعنى الدليل. والاصل فيها قوله تعالى، يبقى هنا جابوا نقلي قران، واقيموا الصلاه اي ائتوا بها مقومه معدله. ربك ما قالكش صلوا، قال لك اقيموا الصلاه. ما قالكش صلي، يعني مش تصلي اي حاجه، لا، ده قال لك اقيموا الصلاه، يعني تعملها على الوجه الاكمل.
يعني ائتوا بها مقومة معدلة بحيث تكون مستوفية للشروط والأركان. وخبر فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة، ده الدليل الثاني، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5، فكان في وقت الصبح 10 صلوات وفي وقت الظهر كذلك، وهكذا فنسخت بمراجعته صلى الله عليه وسلم حتى صارت 5، معروفة في قصة المعراج. وكانت مرات المراجعة بين سيدنا رسول الله وربه بنصيحة سيدنا موسى 9 مرات لحد ما نزلت للـ5. سيدنا موسى عايز يرجعه الـ10، رسول الله قال إني استحيت من ربي، ما قدرش بقى كفاية كده. وكانت مرات المراجعة 9، وفي كل مرة يحط سبحانه وتعالى 5، وفرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بـ1 سنة، وقيل بـ6 أشهر، ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بـ1 سنة أو 6 أشهر. وإنما لم يجب صبح يوم أول صلاة صلاها النبي كانت الظهر، لم يجب صبح يومها، صبح اللي هي صبيحة يوم الإسراء يعني، إنما لم يجب صبح يومها لاحتمال أن يكون صرح له بأن أول واجب صلاة الظهر. ويؤيده أن جبريل لما نزل ليعلمه الكيفية بدأ بصلاة الظهر عشان يعلمه الكيفية والوقت. سيدنا جبريل جاء للنبي يعلمه الكيفية ازاي يصلي ووقت كل صلاة، فبدأ بالظهر، فهي أول صلاة ظهرت في الإسلام. وفيه إشارة إلى أن دينه سيظهر على سائر الأديان كظهورها على سائر الصلوات. وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في غار حراء بالتفكر في مصنوعات الله. قبل كده كان النبي بيتعبد في غار حراء قبل ما يفرض عليه الصلاة، بيتعبد ازاي؟ كانت عبادته التفكر في غار حراء في مصنوعات الله وإكرام من يمر عليه من الضيفان، فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، واختار التعبد فيه دون غيره. ليختار غار حراء دون غيره صلى الله عليه وسلم؟ لأنه اتجاه الكعبة، لما تروح تزور غار حراء تلاقيه كده في اتجاه القبلة، وفي فتحة بين الصخور تبقى قاعد شايف الكعبة بعينك، والنبي يحب ينظر للكعبة، فاختاره من أجل هذا بتوفيق الله، لأنه تجاه الكعبة وهو يحب رؤيتها. ثم وجب عليه وعلينا بعد كده قيام الليل. قبل فرض الـ5 صلوات كان النبي بيصلي برضه، بس كان قيام الليل واجب عليه. ومن الليل قم الليل إلا قليلا، نصفه وينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن، يا أيها المزمل معروفة. فيبقى كان بيقيم الليل على الوجوب علينا وعليه، يعني على أمتي وعليه. ثم نسخ في حقنا، في حق أمته وحقه أيضا على المعتمد. هل نسخ في حق نبينا أيضا بعد الـ5 صلوات أم لا؟ وجهان عند الشافعية، المعتمد أنه نسخ أيضا في حق نبينا. ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك خاصة بك أنت، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم نسخ في حقه وفي حقنا وحقه أيضا على المعتمد بفرض الـ5، وهي الصلوات يعني أفضل العبادات البدنية الظاهرة. يبقى في عبادات بدنية ظاهرة وفي عبادات بدنية باطنة، خد بالك، في عبادات بدنية ظاهرة وعبادات بدنية باطنة. العبادات البدنية الظاهرة زي الصلاة وزي الصيام وزي الزكاة وزي الحج وزي الجهاد وزي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها ظاهرة. والعبادات البدنية الباطنة زي التفكر في مصنوعات الله، زي الاتعاظ، زي التوكل، زي الرضا، زي التسليم لله عز وجل، المحبة، كل دي عبادات بدنية متعلقة بالقلب والقلب بالبدن، لكنها باطنة يعني غير ظاهرة. فهي أفضل الصلوات بقى، أفضل العبادات البدنية الظاهرة أفضلها الصلوات. ثم يليها إيه؟ الصوم، ثم الحج، ثم الزكاة. ففرضها أفضل الفروض، وطالما فرضها أفضل الفروض يبقى نفلها أفضل النوافل، ونفلها أفضل النوافل. وأفضل الصلوات صلاة الجمعة،
كويس في الفرائض يعني افضل الصلوات صلاة الجمعة فرض الجمعة، ثم عصر يوم الجمعة، ثم عصر غيرها، ثم صبح يوم الجمعة اللي هو فجرها، ثم فجر غيرها، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب. وظاهر كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة من الجمعة وغيرها، يعني العشاء والظهر والمغرب سواء جمعة أو غير جمعة مستويين في الفضيلة، لكن الجمعة نفسها صلاة الجمعة أولهم، يليهم عصر الجمعة. أفضل عصر في الأسبوع كله إيه؟ عصر الجمعة. أفضل فجر في الأسبوع كله إيه؟ فجر الجمعة. كويس؟ وأفضل فرض في الأسبوع كله فرض الجمعة. طيب والظهر والعشاء والمغرب والظهر دي يعني كل الأيام زي بعضها في الفضل، زي بعضها، مفيش يوم أزيد من يوم. وقد يظهر خلافه. وأفضل الجماعات جماعة الجمعة، ثم جماعة صبحها، ثم جماعة صبح غيرها، ثم جماعة العشاء، ثم جماعة العصر، ثم جماعة الظهر، ثم جماعة المغرب، بالترتيب. والعبادات البدنية الباطنة كالتفكر والصبر والرضا بالقضاء والقدر أفضل من العبادات البدنية الظاهر. يبقى احنا قايلين ان العبادات البدنية قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، أفضل البدنية الظاهرة الصلاة، ولكن العبادات البدنية الباطنة مطلقا أفضل من العبادات البدنية الظاهرة. لأن ممكن تبقى بتصلي وأنت مش راضي عن قدر الله، وما عندكش صبر، وعندك جزع، وعندك حقد على المسلمين، وعندك كبر وغرور، يقوم ربنا ما يقبلش الصبر. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ورحم الأرملة والمسكين، كلها عبادات متعلقة بالقلب. يبقى قبول حتى الصلاة وهي عبادة ظاهرة بدنية ظاهرة متوقفة على العبادات الباطنة، يبقى العبادات الباطنة أعلى. والأفضل العبادات البدنية الباطنة أفضل من العبادات البدنية الظاهرة حتى من الصلاة. فقد ورد تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، الرسول قايل كده، تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. وأفضل الجميع الإيمان، اللي هو أول الإيمان ده أعلى حاجة، الإيمان بالله اللي هو هيفتح لك كل أبواب الخير بعد كده، إنما من غير إيمان مفيش باب بتتفتح. وهي الصلاة بقى بيقول لك، وهي لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. احنا هنقرأ لحد هنا النهاردة بس هنقرأ في الشرح. وهي لغة ليها معنى لغوي، يعني كلمة الصلاة دي كانت مستعملة قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفها العرب برضه، لكن لما النبي جه نقلها من معناها المتعارف إلى أعمال مخصوصة، فهمت ازاي؟ لكن هي كانت ليها معنى لغوي من الأول، فعايز يقول لك معناها اللغوي الأول. وهي لغة الدعاء، قيل مطلقا، وعلشان كده تلاقي ساعات ايه حتى المسيحيين لحد دلوقتي، المسيحيين المصريين يقول لك انا هصلي لفلان، يعني هدعيله، يستعملها بنفس اللفظ اللغوي، يقول لك انا هصلي لك، مش كده المسيحيين يقولوا كده، يعني هدعيلك، وهيهات هيهات ان يقبل منهم الا ان كانوا مظلومين، لان ربنا لا يرد دعوة المظلوم ولو كان كافر. شوف قد ايه بقى، فربنا يعني ينجينا من الظلم. يبقى لغة الصلاة لغة هي الدعاء، الدعاء مطلقا أي دعاء بخير أو بشر، طالما دعاء لغة يبقى الدعاء. وقيل الدعاء بخير، يبقى في رأيين في اللغة إن لا يطلق الصلاة إلا على الدعاء بخير، والراجح أنها مطلقا سواء بخير أو بشر، قيل مطلقا وقيل بخير. ويوجد في بعض النسخ التقييد بقوله بخير، فلا يشمل على هذه النسخة إلا قولا واحدا اللي هي الدعاء بخير، بخلافي على النسخة الأولى فإنها تشمل القولين. لما يقول هي لغة الدعاء ويسكت، يبقى شمل القولين مطلقا والدعاء بخير، لكن يقول هي الدعاء بخير يبقى لم يشمل إلا قول واحد، فهمت ازاي؟ يقول لك النسخة اللي قال هي الدعاء تشمل القولين، لكن النسخة اللي قال بخير يبقى ما شملتش إلا قول واحد في المعنى، فهمت كلام الشيخ؟
وشرعا معناها الشرعي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، خدها من اللغة وادها معنى جديد، بحيث المسلمين لما يقول لك انا هصلي معناه على طول يجي في ذهنك انه هيتوضا، هيتوجه للقبلة، هيقف يقول الله اكبر، هيقرا الفاتحة، يركع يقول سمع الله محمد، يسجد وبعدين يقرا التشهد وبعدين يسلم. اول ما تقول للمسلم انا هصلي يعرف كده على طول، درجة حتى لو ابنك السؤال تقول له انا هصلي يقول لك طب يا بابا هجيب لك المصلية، طب يا بابا هتروح تتوضا، يفهم حتى الصغير. يبقى انتقلت بعد ذلك الصلاة الى معنى جديد غير معناها ايه اللغوي الاولاني اللي هو مطلق الدعاء، ممكن تدعي في اي وقت تقول يا رب اسمك برده صلاة، لكن عند المسلمين بقى لها معنى جديد اللي هو المعنى الشرعي بقى. ومناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي اشتماله عليه، لان الصلاة بتشمل دعاء مش كده برده، فكأن ربنا ايه اطلق على الصلاة الدعاء من باب اطلاق البعض على الكل، يعني بعض الصلاة دعاء وليس كل الصلاة دعاء، فاطلق بعضها على كلها. فهمت ازاي؟ فهو من تسمية الكل باسم الجزء، هذا ان كانت الصلاة مأخوذة من صلى اذا دعا كما اشتهر، وقيل مأخوذة من صلى اذا حرك الصلوين، وهما عرقان في خصرتي المصلي ينحنيان عند انحنائه في الركوع والسجود. الصلوين دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن العضلتين اللي في جنبك في ظهرك كده جنب العمود الفقري، دول اسمهم الصلوين. لما بتيجي تنحني كده هما اللي بيخلوك تنحني كويس؟ فقال لك ان هي لان الصلاة بتشمل على الانحناء والركوع فتاخدوها من المعنى ده، لان الصلوين فيها نوع الانحناء والصلاة فيها الانحناء ده. فهمت ازاي؟ فقال برضو هي متاخدة من هذا المعنى. ويرتفعان عند ارتفاع منهما، وقيل مأخوذة من صليت العود بالنار. مش بيقولك سيصلى نارا ذات لهب؟ سيصلى نارا يعني ايه؟ يعني هيتحرق، هيتشوي، واخد بالك؟ مأخوذة من صليت العود بالنار اذا قومته بها. يبقى لما تيجي تمسك العود كده المعوج وتحطه في النار فيلين وبعدين تروح عدله كده تقومه، بتقول انا صليته في النار، ولان الصلاة فيها نوع تقويم سلوك فبرضه متاخدة منها كويس. وقيل مأخوذة من صليت العود بالنار اذا قومته بها، والصلاة تقوم الانسان للطاعة، ومن ثم ورد في الخبر من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، اي لا صلاة له كاملة، ولا يضر كون الصلاة واوية. اصل ممكن تقول بس احنا بنقول ايه صلوات بالواو اهو، وبعدين انت هنا بتقول صليت بالياء، فازاي تقول لي هي جايه من صليت وهنا بالياء، وبعدين هي اصلا جايه من واو؟ عايز يقول لك الشيخ كده بيقول لك ولا يضر كون الصلاه واويه لان اصلها صلاوه على وزن فعله، صلاوه تحركت الواو بقت مفتوحه وانفتح ما قبلها فقلبناها ألف. لما تيجي صلا و اللام قبل الواو مفتوحة والواو نفسها مفتوحة نطقها يبقى صعب، يقوم العرب يعملوا ايه؟ يروح بدل ما يخلي واو مفتوح يخليها ألف، يقول لك صلاة بقى، بدل ما يقول صلا و أخليها صلاة، لأن قبلها مفتوح والواو مفتوح، فاللي يناسب الفتحة الألف، فروح لاغي الواو وحط ألف. فهمت ازاي؟ لأن أصلها صلوة على وزن فعل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار صلاة، وصليت يائي لأنهم يأخذون الواو من الياء والعكس، نحو البايع باع، ألف باع تبقى بيع، فبيأخذوا الواو والياء من الألف، يعني ممكن الألف أقلبها واو أو أقلبها إيه في لغة العرب عادي، قال قول باع بيع، فالالف ممكن اقلبها واو ممكن اقلبها ياء، مفيهاش مشكله عند العرب دي، واخد بالك ازاي؟ الرافعي قال ايه؟ كما قال الرافعي في تعريفها الشرعي، اي نقلا عن غيره لا ابتكارا من عند نفسه لانه مسبوق به، يعني الكلام ده نقله الرافعي مش جابه من عند نفسه، ده نقله. اقوال
قال لك الصلاة عند المسلمين للمعنى الشرعي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال 5 وأفعال إيه؟ 8. مسألة 13، 13 ركن يعني، 5 و8 كم؟ 13، هي أركانها كده 13. 13 5 من ال 13 أقوال و8 من ال 13 أفعال، فهي تشمل على 5 أقوال أركان و5 أفعال أركان. كويس؟ عشان كده قال لك هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كويس؟ بشرائط مخصوصة طبعا. فالأقوال أي 5، وقوله أفعال أي 8، فالجملة 13 التي هي أركان الصلاة. لازم كل مسلم يبقى عارف أركان الصلاة إيه هي. الركن هو جزء الشيء المكون لهويته المحقق لماهيته، ده تعريف الركن كده. الركن جزء الشيء، يعني الشيء جزء من الشيء نفسه يكون هويته ومحقق ماهيته، زي الرأس منك، دراعك، بطنك، رجليك، دي أجزاء منك مكونة ليك. فهمت ازاي؟ يبقى اسمها أركان. يبقى الأركان جزء الشيء مش خارج عن الشيء، وجزء الشيء الضروري مش أي جزء. يعني الصباع فيك مش ركن، لأنه ممكن واحد صباعه يتقطع لكن ويعيش، مش كده برضه؟ لكن الدماغ ركن، لأنه ما ينفعش الدماغ تتقطع واحد يعيش. يبقى الأركان هي التي ينبني على عدمها العدم وينبني على وجودها الوجود. عند علماء الأصول يقول لك كده، هو الذي ينبني على عدمه العدم وينبني على وجوده الوجود. إذا كان موجود تبقى موجود، إذا كان مش موجود يبقى مش موجود. يبقى ده عند علماء الأصول. وعند المناطقة هو جزء الشيء المكون لهويته المحقق لماهيته، يبقى ده الركن. طب إيه بقى الحاجات اللي هي مكونة لماهية الصلاة، اللي هي من غيرها ما يبقاش ما تبقى الصلاة؟ 13 تحفظها. غير الشرط، الشروط مهمة لكنها خارجة عن الشيء. الشروط يقول لك شروط الصلاة، فهمت ازاي؟ تلاقيها خارجة عن الصلاة مش جزء فيها، خارجة. الوضوء مش ضروري للصلاة، شرط لصحة الصلاة لكنه مش جزء من الصلاة. يبقى يقول لك الوضوء شرط مش ركن لأنه ليس جزءا من الصلاة. استقبال الكعبة القبلة شرط لأنه خارج عن المسألة. ستر العورة شرط لأنه خارج عن المسألة لكنه ضروري برضه، خد بالك ضروري برضه. فيبقى جزء الشيء المكون لماهيته المحقق لهويته وينبني على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم، هو ده الركن. فهمت ازاي؟ انما الشرط ضروري لكنه ليس داخل في الشيء، خارج. عشان كده كان مولانا الدكتور علي جمعه لما يجي يشرح الكلام ده للطلبه يقول له ايه؟ الشرط خارج والركن داخل. الشرط داخل، الشرط خارج المساله. واخد بالك؟ فلما يجي يسالك الشيخ ايه الفرق يا ابني بين الشرط والركن؟ تقول له الشرط خارج والركن داخل، ينجحك على طول، يعرف انك فاهم. فهمت؟ من غير ما تقول بقى ايه التفاصيل دي. علشان كده بيقول لك ان اركان الصلاه كل مسلم لازم يبقى حافظها زي اسمه. ليه؟ لان لابد تبقى متوفره في صلاتك والا صلاتك تبقى باطله. لازم توفي 13 ركن في الصلاه. انما اي حاجه غير الاركان دي الزائده مش هنقولها، تبقى سنن هيئات. يعني لو ما عملتهاش صلاتك صحيحه بس ما خدتش ثوابها. فهمت ازاي؟ يبقى لازم تاخد بالك من الحته دي. فالجملة 13، 13 ركن التي هي أركان الصلاة. أما الطمأنينة فهيئة تابعة للركن. أصل ساعات يقول لك إيه؟ تطمئن واقفا، تطمئن راكعا، تطمئن ساجدا، تطمئن جالسا. كل شوية يقول لك تطمئن، تطمئن، طمأنينة. فيقول لك الطمأنينة دي هيئة الركن مش الركن نفسه، دي هيئة في الركن. يعني بتعمله هيئتك إيه وأنت بتعمله؟ هيئتك مطمئن. فهمت بقى المسألة؟ ها؟ قدر الطمأنينة سكون الأعضاء، سكون الأعضاء. يبقى في فاصل ثبات بين الحركة والتي تليها، ده قدر الطمأنينة. قدر الطمأنينة افرض ما بينطقش مش هيقوم. يعني هي ثبوت الأركان، الأعضاء يثبت لحظة. اللحظة دي الفقهاء حبوا يحملوها زمن، قال لك بقدر ايه؟
ثلاث تسبيحات في الركوع، ثلاث تسبيحات بالسرعة السريعة يعني، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، على قدر ما تقول كده تبقى انت يا دوب فصلت بين كده وكده، او على قدر تسبيحة ببطء سبحان ربي العظيم، على قدر ما تقولها كده وانت مستريح، وبعدين ترفع تبقى اطمئنين. خدت بالك؟ فلا تعد الطمأنينة ركنا لانها هيئة في الركن، على التحقيق خلافا، على التحقيق لان بعض كتب الفقه بتعد الطمأنينة ركن، خد بالك، فهو بيقول لك لا، التحقيق ان الطمأنينة دي هيئة ركن مش ركن، فما تعدهاش، لان في كتب بتعدها ركن، خلافا لما جرى عليه المصنف فيما يأتي. المصنف نفسه القاضي أبي شجاع في المتن الغاية والتقريب عد الطمأنينة ركن، فهمت ازاي؟ ما يضرش، لكن على اي حال، فالأقوال الخمسة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، احفظهم بقى، خمس أقوال: تكبيرة الإحرام لي الله أكبر في بداية الدخول، قراءة الفاتحة التشهد الأخير، والصلاة على النبي فيه كويس، والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى، يبقى خمسة، يبقى قراءة الفاتحة، التكبيرة الأول، التكبيرة الأولى إلى تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد، والصلاة على النبي فيه، والتسليمة الأولى، كويس، يبقى دي خمس أقوال أركان في الصلاة. والأفعال الثمانية الأركان: النية، النية دي فعل قلبي، بتنوي، بتستحضر مع تكبيرة الإحرام أنت هتصلي إيه؟ عشاء، سنة العشاء القبلية، سنة المغرب، فرض المغرب، واخد بالك، ركعتين قضاء حاجة، ركعتين استخارة، تحية مسجد، فرض العصر، يبقى النية دي محلها القلب، فعل قلبي بتحدد أنت هتعمل إيه، فعشان كده فعل قلبي، لكن التلفظ بيها سنة عند الشافعية، التلفظ بيها عند الشافعية سنة، فما يعدوها لكش من الأركان القولية لأن التلفظ بيها سنة، لكن هي ركن في القلب، فعدها في الأفعال لأنها فعل قلبي، فهمت بقى إزاي؟ يبقى النية لأنها فعل قلبي، النية، القيام مع القدرة، مش بنقول القيام مع القدرة، يعني لازم أقرأ الفتحة من القيام مع القدرة، أدي تاني حاجة، الركوع كويس، الاعتدال من الركوع، يعني لما بتيجي تقول سمع الله لمن حمده تعتدل، الاعتدال من الركوع، وبعدين السجود مرتين خمسة اهي، والجلوس بين السجدتين ستة، والجلوس الذي يعقبه السلام سبعة، والترتيب على ما ذكرنا، يعني ما ينفعش يسجد وبعدين يركع بعد كده، لا، لازم بالترتيب، فهمت ازاي؟ يبقى دول ثمان أركان أفعال وخمس أركان أقوال، يكملوا يعملوا لك 13 ايه؟ 13 ركن في الصلاة. نقولهم تاني: الأركان الأقوال، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، مش كده برضو؟ التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، التسليمة الأولى، كويس؟ بعد كده الأفعال، النية، وبعدين القيام، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجود مرتين، الجلوس بين السجدتين، مش كده؟ الجلوس الأخير، والترتيب على ما ذكرنا، والترتيب على ما ذكرنا، 8. يبقى كده سهلة، عرفت أركان الصلاة؟ يبقى اما خد بالك لما بتبقى عارف ان ده ركن في الصلاة وبتعمله على انه ركن، بتاخد ثوابه 70 درجة عن انك انت تتصور انه سنة وهو ركن، فتبقى صلاتك باطلة. شفت قد ايه خطورتها؟ يعني اما تعمل الركن وانت متصور انه سنة صلاتك تبطل، لكن لو عملت السنة ومتصور انها ركن ما يضرش، فهمت ازاي؟ يبقى لما تبالغ في السنة تجعلها ركن، جهل صحيح لكنه ما يضرش، لكن الخطورة انك انت تعمل الركن ومتصور انه سنة، يعني لو ما حصلش ما يجراش حاجة، هنا تبقى صلاتك باطلة لانك جاهل، مجازف. مجازف يعني ايه مجازف؟ يعني هجمت على العبادة دون ان تدرسها، تبقى انت بتجازف، ما ينفعش تجازف كده، انت لازم تدرسها لانك هتقابل ربك، فهمت المسألة بقى؟ هنخلص الساعة 8، هي 60 دقيقة الحصة، الجرس يضرب بعد 60 دقيقة.
على قد فلوسكم. وبهذا تعرف ما في عد المحش لها خمسة كالأقوال وجعله النية عقدا جامعا بينهما، يعني عقدا خلى النية عقد جامع بين الأقوال والأفعال يعني. وسكوته عن الترتيب وإدراجه الاعتدال في القيام، واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع. العلماء قالوا للإمام الرافعي: إيه التعريف اللي أنت جايبه ده يا رافعي؟ بقى أنت لفيت في الكتب وقعدت ودرست وتيجي تقول لي تعريف الصلاة شرعا هي أعمال أفعال وأقوال مبتدأة أو مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. قالوا له ده تعريف غير جامع ولا مانع، ده تعريف أي كلام، ده شوربة، ده أنت جايبين تعريف شوربة. أصل التعريف لازم إيه؟ يجمع كل أنواع الصلوات، مش كده برضه؟ وما يدخلش حاجة غير الصلاة فيه، عشان يبقى جامع يمنع، يجمع كل أنواع الصلوات ويمنع دخول غيرها، يسموه جامع مانع. قالوا له التعريف بتاعك لا جامع ولا مانع. اعترضوا عليه. الاعتراض الأول، خد بالك الاعتراضات دي بتربي فيك الملكة الفقهية. أولا اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع. غير جامع ليه؟ لخروج صلاة الأخرس. قال له أنت دلوقتي لو واحد أخرس ما بيقولش حاجة، أخرس، بتقول عليه دي مش صلاة؟ ما بيصلي. وبعدين أنت بتقول لي أقوال، طب ما هو ما بيقولش، يبقى أنت خرجت لي صلاة الأخرس وصلاة الأخرس معتبرة، يبقى ده تعريف غير جامع. شفت كلامهم؟ واحد أصيب بعقد في لسانه فبقى أصيب بالخرس، نسأل الله السلامة، فبيقف يصلي، يقف يجري على قلبه الأقوال لكن لسانه ما خلاص. دي صلاة ولا مش صلاة يا رافعي؟ يقول لها صلاة. طب أنت بتقول أقوال وهي معناها ما فيش أقوال، تبقى غير جامع. فهمت الاعتراض؟ طيب. قالوا لخروج صلاة الأخرس لعدم الأقوال فيها، ومش كده وبس، وصلاة الجنازة والمريض، كويس، والمريض الذي يجري أركان الصلاة على قلبه، والمربوط على خشب. لو واحد ربطوه على خشب عذبوه بقى، ربطوه على خشب، لا أصلبنكم في جذوع النخل، راح مصلبهم في جذوع النخل وقعدوا كده اسبوعين ثلاثة، وبيجي يسمع الأذان ورا الأذان، هيعمل ايه ده؟ بيصلي، بس بيصلي بيجري الصلاة على جوارحه، ما فيهاش أفعال، فيها أقوال وما فيهاش أفعال، يبقى خرجت صلاة الايه؟ اللي مصلوب، وخرجت صلاة المريض اللي هو بيجري الأركان على عليه وهو نايم كده، وخرجت صلاة الأخرس، وخرجت صلاة الجنازة، لأن ما فيهاش ايه؟ أفعال كتير. واخد بالك؟ ما فيهاش أفعال كتير، اللي هي أقوال وخلاص. جاوبه الإمام الرافعي بقى بيجاوب، قال لهم لا، وأجيب بأن اجتماع الأقوال والأفعال إنما هو بحسب الغالب. قال ده أنا بقول لكم التعريف في غالب الصلوات كده، وأنا قلت لكم لازم كل الصلوات، غالب الصلوات كده، ده أنا بقول لك تعريف يشمل الغالب الأعم، إنما اللي أنت بتقول لي ده نادر، والنادر لا حكم له. فهمت بقى الشيخ؟ خرج من الأزمة زي الشعرة من العجين. قال له أنت بس قاعد بتعمل لي شغلانة وهتبوظ لي القعدة، احنا بنقول تعريف يدخل فيه الغالب الاعم، انما الثوره اللي بتقولها دي نادره، ممكن تعيش عمرك كله وما تتصلبش على نخل وتصلي عليه، ايه المشكله؟ وبعدين الواحد بيمرض كم مره في عمره وبيصلي وهو راقد، يعني دي نادره، فجاي بقى تعمل لي تحط لي العقده في المنشار؟ فهمت ازاي؟ ادي كلامه. واجيب بان اجتماع الاقوال والافعال انما هو بحسب الغالب، ولذلك زاد بعضهم في التعريف، قال لك غالبا. في ناس علشان يخرجوا التعريف ده قال لك ايه؟ الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة غالبا. حط غالبا دي علشان لما يجي قال لك أنا قلت غالبا، وأنا قلت حاجة؟ أنا قلت غالبا. فهمت ازاي؟ حطوها غالبا عشان كده يطلع الصور دي. فلا ترد المذكورات لندرتها، والنادر لا حكم له، كويس،
وأجيب أيضا بأن المراد أقوال وأفعال حقيقة أو حكما. في ناس قالوا لا، إحنا بنقول أقوال وأفعال آه، بس الأقوال دي قد تكون حقيقية وقد تكون حكما، والأخرس لما بيجري الكلام على لسانه هي أقوال حكما مش حقيقية، فهي حقيقة أو حكما، في حقي حكما وفي حق غيري حقيقة. فهمت إزاي؟ فيبقى سهلة برضه. شفت إزاي بقى إيه الفقهاء يقعدوا يتناقشوا مع بعض مناقشة حلوة بدون ما يتخانقوا مع بعض ولا يعملوا يزعلوا بعض. عايزين نتعلم إحنا المناقشة الحلوة دي، لأن الوقت الشباب المتدين ما بيقبلش المناقشات الحلوة، أول ما تيجي تختلف معاه يبقى مبتدع ضال بقاله في النار كل حاجة، مش ما عندوش بقى الروح دي اللي يقعد يتناقش ويبقى حبايب. لكن لما تقرأ في مثل هذه الكتب بتتربى فيك الملكة المناقشة دي، وإن الحكاية لازم نبقى حبايب. فهمت؟ وأجيب أيضا بأن المراد أقوال وأفعال حقيقة أو حكما، فإن صلاة الأخرس فيها ما هو بدل عن الأقوال، لأن خرسه إن كان طارئا، لو كان خرسه طارئ هنقول له حرك لسانك بس، واخد بالك، حرك لسانك وانت بتصلي واجري الألفاظ على قلبك، واخد بالك ازاي، ده لو كان طارئ عليه، طرأ عليه يعني، يعني كان متكلم وبعدين خرس. لكن لو كان مولود كده خلاص هيجريه على قلبه من الأول، لأنه هو ملوش لسان بيحركه أصلا. إن كان طارئا لازمه تحريك لساني والإشارة به إلى الحروف أو إجراء الأقوال على قلبه، وإن كان أصليا يعني أخرس أصلي مولود كده لازمه القيام بقدر الفتحة. الأخرس الأصلي ده هيعمل يقف بقدر الفتحة ويركب وخلاص، والقعود بقدر التشهد، وهكذا بدلا عن الأقوال. وهذه أقوال حكما لأنه وقف بقدرها، فيبقى أقوال حكما. وصلاة الجنازة فيها أقوال وهي ظاهرة، وأفعال وهي القيامات، وهي أفعال متعددة حكما، لأن بعد كل تكبيرة قيام جديد، فهي برضو قيامات في صلاة الجنازة، وهي فيها أقوال فما فيهاش مشكلة. أنت بتقول لي ليه صلاة الجنازة خارجة؟ ما هي دخل، هي أقوال وأفعال برضو. فيها أقوال وهي ظاهرة، وأفعال وهي القيامات، وهي أفعال متعددة حكما، لجعل القيام للفاتحة فعلا، والقيام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وهكذا. وإن كانت في الحس فعلا واحدا، يعني هو صحيح قايم واحد، لكن مع كل تكبيرة بيفصل قيام من قيام، فده يقرأ في فاتحة، ده يصلي على النبي فيه، ده يدعي بيه للميت، ده يدعي فيه لنفسه، وهكذا. خدت بالك؟ فيبقى هي في الفعل واحد لكن في الحقيقة متعددة. فهمت بقى المسألة؟ وصلاة المريض والمربوط على خشبة فيها أفعال حكما، لأنه يجري الأفعال على قلبه. وأجيب أيضا بأن التعريف للصلاة بحسب الأصل، يقول لك أنا بعرف الصلاة على حسب أصلها، أنت بتقول لي دي عوارض وأنا بعرفها حسب أصلها، هي أفعال وأقوال دي أصلها كده، دي الحاجات التانية دي عوارض، يبقى أنا بقول التعريف بحسب الأصل، أصل الشيء. فلا يضر عروض مانع من الاتيان بالأقوال. يبقى لما الاعتراض الأول إنها غير مانع غير جامع، مش كده برضو، قال غير جامع الاعتراض الأول لخروج صلاة الأخرس والجنازة والمريض، ردنا عليه بقولنا ان ده اما غالبا او ان ده للغالب الأعم او ان في اقوال وافعال حقيقة او حكما، يبقى الرد على الاعتراض من ثلاث اوجه. فهمت ازاي؟ سهلة. فلا يضر عروض مانع من الاتيان بالاقوال كما في صلاة الاخرس او بالافعال كما في صلاة المريض والمربوط على الخشب. اعترض بقى تاني، قال لك الاعتراض الاول ده غير جامع، فردنا عليه قال لك طب خلصنا من الازمة دي، نخش بقى ده غير مانع، ده غير مانع ليه بقى؟ لانه هندخل سجود التلاوة فيه وسجود الشكر، وده مش صلاة، وسجود التلاوة أقوال وأفعال وفيها تسليم. احنا عندنا سجود التلاوة في الشافعية فيه تسليم برضه، بتسلم بعد سجدة التلاوة، عندنا الشافعية ركن، الشافعية عندنا كده تسلم ركن في سجود التلاوة، واخد بالك ازاي؟ عند الشافعية كده، مش مشهور لأن الأحناف، لا ما هو ده خارج الصلاة في سجود التلاوة، ما هو بيتكلم على خارج الصلاة، لا هو مفيش فيها تسليم، لا هو عند الشافعية فيها تسليم ركن، لا ما يبقى ما شفتنيش انا بعملها، واخد بالك، هي منصوص عليها عندنا في وجه ضعيف عند الشافعية كالاحناف بلا تسليم زي الاحناف كده، لكن الشافعية عندهم التسليم ركن
في سجود التلاوة، وده اللي عليه الفتوى، واخد بالك ازاي؟ والتكبيرة الأولى ركن، لازم وانت نازل تهوي تكبر، واخد بالك ازاي؟ بس مش شرط من قيام، مش شرط من قيام، يعني ممكن من جلوس. فبيقول لك هنا: واعترض عليه أيضا بأنه غير مانع لدخول سجدة التلاوة والشكر فيه، فإن فيها أقوالا وأفعالا. فالأقوال هي تكبيرة الإحرام بيها، هيقول لك ايه أقوال الأركان بتاع سجود التلاوة؟ فالأقوال هي تكبيرة الإحرام بها، وتكبيرة الهوي للسجود والرفع منه، والتسبيح في السجود، والسلام، والسلام اهو، خدت بالك؟ والأفعال هي النية، والهوي للسجود والرفع منه، والسجود، والسجود نفسه. وأجيب بأن المراد الأقوال والأفعال الواجبة، فإنها هي المقصودة والمندوبات تابعة لها. قال لك إن معظم الأفعال والأقوال اللي في سجود التلاوة دي أصلا مندوبة مش أركان. وإحنا بنقول إحنا بنتكلم في الأركان، أنت ليه بقى عامل لي شغلانة؟ فهمت إزاي؟ دي معظمها في سجود التلاوة اللي بتقولها لي دي كلها دي أصلا مندوبات. وإحنا بنتكلم على الأقوال والأفعال اللي إيه؟ الأركان. فهمت؟ سنة. ما احنا عندنا برضو الصلاة السنة ليها اركان، يعني لو حصل لي سنة الظهر ما لازم اوفيها اركانها، اقرأ الفاتحة واكبر تكبيرة الاحرام وابقى متوضي وكده، واخد بالك ازاي؟ هو يشبه الصلاة لانه يفتقر، يفتقر لما تفتقر له الصلاة من ستر العورة، توجه القبلة، افتقاره للوضوء، واخد بالك ازاي؟ طهارة المكان، عايز الحاجات دي كلها، فهو يشبه الصلاة وهيئة السجود. فهو يشبه الصلاة في الحاجات دي كلها، وفي التسبيح وفي التكبير وفي الحاجات دي كلها، في التسليم، فهو يشبه الصلاة، بدليل أن حقيقة الصلاة لا تتوقف عليها، لكن تعتبر لكمالها. وليس في سجدة التلاوة والشكر إلا قولان واجبان بس، سجدة التلاوة ملهاش إلا قولان واجبان بس. وحتى بتقول أقوال، وأقوال ده جمع، سجدة التلاوة هنا واخد بالك يعني ما دخلتش، لأن أنا بقول أقوال وسجدة التلاوة الركن فيها قولان، شوف المخرج الثاني بيخرج منه، واجبان، وهما تكبيرة الإحرام والسلام، دول القولان الواجبان بس. إن أنا أكبر الأول، لأن سجدة التلاوة ركنها إن أنا أكبر مع نية إن أنا هسجد للتلاوة، وبعدين اسجد، وبعدين اقعد حتى ما اقولش حاجه، وبعدين اقعد، وبعدين اسلم، كويس. لكن كمالها ايه؟ ان انا انوي واكبر تكبيره احرام مع النيه، وبعدين اكبر تكبيره تانية للانتقال للهوي، وبعدين تكبيره تانية للرفع، واسبح في اثناء السجود، وبعدين اسلم تسليمتين، كده الاكمل. لكن احنا بنتكلم على الاركان، خدت بالك ازاي؟ إلا قولان واجبان وهما تكبيرة الإحرام والسلام، وفعلان كذلك وهما النية والسجود، وكل من هويه والرفع منه غير مقصود، فهي خارجة بالتعبير بصيغة الجمع أقوال، كويس؟ والأفعال. قول مفتتح بالتكبير مختتمة بالتسليم اعترض بأن مقتضى ذلك أن التكبير والتسليم ليس منها، فيكونان خارجين. لما تقول لي مفتتح بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما يمكن انا افهم ان التكبير ده بيحد الاركان، يعني ده مش من الاركان، كاني بقول لك ان الاركان بين دول، يعني دول خارجين. فهمت ازاي؟ اعترض بان مقتضى ذلك ان التكبير والتسليم ليس منها، فيكونان خارجين عن حقيقة الصلاة، وليس كذلك. ويجاب بان الشيء قد يفتتح ويختتم بما هو منه كما هو هنا، وقد يفتتح ويختتم بما ليس منه كخطبة العيد، فإنها تفتتح بالتكبير وليس منه، وتختتم بالدعاء للسلطان وولاة المسلمين وليس منه. السنة في خطبة العيد إنك تفتتحها بتسع تكبيرات الخطبة الأولى وليس منه. يبقى قد يفتتح الإنسان الأشياء بسنن، وقد يفتتح بأركان. فقال لك دي في الصلاة في التعريف ده مفتتح بما هو منه، وفي خطبة العيد مفتتح ومختتم بما ليس منه. يبقى عندنا احنا في خطبة الجمعة وخطبة العيد يسن الدعاء في الخطبة الثانية لولاة المسلمين، الوقت لما يجي الخطيب يدعي لولاة المسلمين يقول لك شوف خطيب سلطة. غلط. ده دي من الأركان. ليه؟ لأن أنت لما تدعي لولاة المسلمين لو انصلح حالهم هينصلح حال المسلمين، خد بالك. ده أحد
الأولياء الكبار، بيقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها لولي الأمر، لأنه بصلاحه صلاح الناس. واخد بالك؟ واحد من الصالحين كثير منهم أحمد بن حنبل. لكن الوقت لو جاء الخطيب على المنبر دعا لولاد المسلمين، العيال الشباب إياهم اللي أنت عارفهم وأنا عارفهم، يقول لك شوف خطيب سلطة، لأنه مش دارس فقه، هو مش فاهم إن صلاح ولاة المسلمين دول، ولاة أمور المسلمين ده صلاح للناس كلها. الزار هو يأس من صلاحه، يأس. لا، مفيش يأس مع الله، لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون. إحنا ما نيأس، ربنا قادر في لمحة بصر، لكن هو يأس، بيبص عليهم في التلفزيون وفي الجرايد يقول لك بقى معقول دول ينصلحوا؟ لا يا عم، معقول؟ ربك بيخرج من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ قادر سبحانه وتعالى، زي ما بيخرج الحي من الميت، يخرج الصالح من وسطه، ايه المشكلة يعني؟ حاضر، هنخلص بس الحتة دي عشان نقف على جملة. وليس منه، ومن افتتاح الشيء بما ليس منه، ما في الحديث مفتاح الصلاة طهور. الرسول قال مفتاح الصلاة طهور وليس منه، لكن شرط. واخد بالك ازاي؟ قوله بشرائط، بشرائط أي مخصوصة كما في بعض النسخ، وهذا ليس من تتمة التعريف، لأن الشروط خارجة عن الماهية، الشرط خارج. زي ما أقول لك إن الهواء شرط لحياة الإنسان، لكن الهواء جزء منك؟ مش جزء، لكن شرط الحياة خارج. لكن أنا ما أقول إن الدماغ شرط لحياة، ركن لحياة الإنسان، لأنها جزء منك. فهمت إزاي؟ يبقى الداخل ركن والخارج، والاثنين ضروريين. عشان كده يقول لك الشرط ينبني على عدمه العدم، ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. اف كلام الفقهاء حلو قوي. الشرط ينبني على عدمه العدم، يعني لو ما فيش هوى يبقى ما فيش انسان، مش كده؟ ينبني على عدمه العدم. لكن لو في هوى يبقى لازم يبقى في انسان، يبقى لا ينبني على وجوده شيء، لكن ينبني على عدمه العدم. لو في وضوء صحيح يبقى لازم يبقى فيه صلاة، يبقى وجود الوضوء في حد ذاته كده مش معناه انبنى على وجود وجود، لكن عدم وجود الوضوء ينبني عليه عدم صحة الصلاة. فهمت ازاي؟ يبقى الشرط بيعمل في العدم، ما يعملش في الوجود، مؤثر في عدمه. فهمت؟ افهم المعنى ده. لكن الركن مؤثر في الحالتين، في الوجود والعدم. افهم الحتة دي مهمة عشان تبقى راجل فقيه. فهمت؟ الركن مؤثر في الحالتين، ينبني على وجود الوجود وينبني على عدم العدم. ده الركن اشتغل في الحالتين، لكن الشرط يشتغل في العدم بس، لكن في وجوده مش شرط. يعني لما نقول مثلا ان التوجه للقبلة شرط، يبقى كل واحد واقف للقبلة بيصلي. طب ممكن واقف يا اخي بيتفرج على التلفزيون وحاطط التلفزيون مستدبرا للقبلة، مش كده برضه؟ ايه المانع يعني؟ او واقف في طابور الجمعيه وكانت الجمعيه في جهه القبلة، يبقى انا اصلي عشان متوجه للقبلة؟ لا، يبقى الشرط. لكن لو جه صلى وادى ظهره للقبلة نقول له لا ما ينفعش. يبقى العدم مؤثر، عدم الشرط مؤثر، لكن وجود الشرط غير مؤثر. لكن الركن يشتغل في الحالتين، في العدم عدم وفي الوجود وجود. فهمت بقى المسألة؟ حتة مهمة دي، لو طلعت من الدرس ده كله بالفرق ده بس تبقى بقيت حتة كويسة، فهمت حتة حلوة. واخد بالك؟ في أزهرية والله مش واخدين بالهم من الفرق ده، فاخد بالك منه. وهذا ليس من تتمة التعريف، لأن الشرط خارجه عن الماهية، ولكن أتى به الشارح إشارة لتوقف صحة الصلاة على الشرائط المخصوصة، ونقف على قوله الصلاة المفروضة إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك.